دعم لا محدود وأفكارا مميزة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخرا لهذه الرياضة العربية الأصيلة. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، على البركة انطلق الشوط الأول، على بركة الله انطلقت احتفالية الأولى لأبكار الحجايج 3 كيلومترات. هي مسافتنا نعبر في هذه القصص، في هذه الروايات، في هذه المرحلة الجميلة. الشوط الأول هناك مع الظبي راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري وحيرة في المركز الثاني، ايضا سالم بن بخيت بن رشيد الاجتبي نقلتها على خود. اما الانجازات سعيد بن محمد بن احمد بن ابراهيم اسعف من اتت ولا جبارة خليفة بن سعيد بن علي بن لومية الاجتبي خامسا سادس المراكز. هناك ربشة في المركز السادس لفاضل بن نواف بن فاضل المزروعي، عرين تقترب من الحدث. ايها الاخوة، ايضا سالم بن حميد الشاعر العنيني، بينما اللي في المركز السادس ولا السابع بقول، هناك جرنال لمحمد بن خليفة بن قحيد المهيري وثامن المراكز، اللي وصلت الظبي لراشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، ولا هناك جملة علي بن يمع بن سبت السويدي. النقل على المركز التاسع اللي هي الوطن، ثاني بن رشود بن خويطر، هناك بن خنيفر المالكي وعاشر المراكز، اللي هي للسيد مطر بن سعيد بن حلوة على ما ظل من الجانب الآخر. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. الشوط الأول الشوط الحساس، الشوط الخطير. يلا يا الظبي اللي ما زالت تسيطر على هذه المجموعة. أيضا هناك راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، النقلة على ربشة في المركز الثاني، وفاضل بن نواف بن فاضل المزروعي حيرة ثالث المراكز. تعود ملكية لسالم بن بخيت بن رشيد، النقلة على خود. أيها الإخوة اللي وصلت في هذه اللحظات، سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم جرنار. أيها الإخوة لمحمد بن خليفة بن قحيد رابع المراكز، جبارة خامسا، أيضا راشد بن سعيد بن لومية. هكذا هي النتيجة أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. الظبي على المركز الأول، الظبي بمقدمة الشوط للسيد راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري ربشة ثانيا، وفاضل بن نواف بن فاضل المزروعي. وفي المركز الثالث هناك جبارة خليفة بن سعيد بن علي بن لومية خود رابع المراكز. أيها الإخوة وسعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، النقل على المركز الخامس للسيد محمد بن خليفة بن قحيد. شوف الوطن، ثاني بن رشود. أيها الإخوة بن أخويطي بن خليفر المالكي في هذه اللحظات، ولكن يا الحميري مسيطر. راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري مسيطر على المركز الأول، صامد على مقدمة الشوط. الظبي في المركز الثاني، الظبي على ثاني المراكز، ولا هناك خود. أيها الإخوة سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، اللحظات الأخيرة الوطن لثاني بن رشود المالكي، ولكن الحميري بالشوط وخود. راقبوا التوقيت. هناك سعيد بن محمد بن احمد بابراهيم باليمايل بالانجازات. سلام ابو محمد. سعيد بن محمد بن احمد ابراهيم، هاي لحظات وصول المركز الثاني. ظبي لراشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري الوطن، لثاني بن رشود المالكي المركز الثالث، محمد بن خليفة بن قحيد المركز الرابع. ايها الاخوه للسيد رابع المراكز، ولا بنقول خامس المراكز، السيد خليفه بن سعيد خليفه بن علي بن سعيد بن لومية. وفي المركز السادس ايضا هناك للسيد مايد بن محمد بن عتيجه مقعودي سابع المراكز، فاضل بن نواف بن فاضل المزروعي. التوقيت الزمني
هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي. ما شاء الله تبارك الرحمن يا أبو محمد، تبارك الرحمن يا أبو محمد على هذا الناموس المميز. ولكن التوقيت للأسف ما يحضرنا، التوقيت ما يحضرنا، بنتعرف عليه إن شاء الله، بنتعرف على التوقيت. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. ثانينا ونحن